أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن إيران استهدفت منشآت أرامكو النفطية في المملكة. أدعى وزير الدفاع الأمريكي خلال ندوة له في بروكسل الشركاء إلى المساهمة الفعلية في ردع إيران، مؤكداً أن بلاده لا تسعى للحرب مع إيران ولكنها مستعدة لذلك إذا تطلب الأمر. وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن إيران تهدد الملاحة الدولية في الخليج.